السلام عليكم، سبا معاكم من The Bite of Delight. الفيديو ده بقى حصري ورهيب وخطير، ولازم لازم تجربوا الوصفة دي ان شاء الله. هنعمل شوربة كريمة الفراخ بالمشروم اللي مش هتدوقوا زيها حتى في المطاعم، وكمان بدون كريمة. تعالوا نشوفها مع بعض. حابة أفكركم تبصوا أسفل الفيديو في صندوق الوصف، هتلاقوا الوصفة المكتوبة وأي روابط مهمة تحت. في طبق هحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر والبصل الباودر والبابريكا، والبابريكا في الوصفة دي اختياري، وهضيف ملح وفلفل اسود حسب الرغبة، ونقلبهم على بعض، ونضيف لهم 300 جرام من صدور الفراخ اللي متقطعة مكعبات، وكانت طبعا كالعادة متبلة في تتبيلتي الرهيبة ومتصفية كويس. هدعكهم كويس في خليط البيكنج باودر، وبعدين في حلة هحط كمية بسيطة من الزيت، وهشوح فيهم 100 جرام فقط من مكعبات الفراخ، وهشيل الباقي على جنب. هشوحهم لحد ما ياخدوا لون زي كده، وبعدين هضيف لهم 3 ورقات من ورق اللورة او الغار، وهضيف لهم بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات كبيرة، وجزراية متوسطة، ومعلقتين فلفل اخضر متقطعين برضو مكعبات كبيرة، وخمس فصوص ثوم كبار متقطعين شرايح رفيعة، وهشوح كله مع بعض كويس قوي، وممكن اضافة مكعب مرقة فراخ لتعزيز النكهة لو حبيته. وهضيف لهم 4 كوبايات من المية المغلية، وهسيبهم يغلوا مع بعض لمدة من 30 لـ35 دقيقة تقريبا، لحد ما الشوربة تقصر ويتبقى فيها 2 كوباية بس. حابة اطلب منكم الدعم بالضغط على سبسكرايب والاشتراك في قناتي والضغط على الجرس عشان ما يفوتكمش اي جديد. وفي حلة تانية هضيف كمية بسيطة من الزيت، وهشوح بقية مكعبات الفراخ لحد ما ياخدوا لون بسيط زي كده من كل الجهات، وبعدين هشيلهم في طبق على جنب. هحط نقطتين زيت تانيين في الحلة نفسها، وهشوح حوالي 100 جرام من المشروم الفريش، وممكن تستخدموا المعلب بس الفريش في الوصفة دي بيبقى أحلى، وهضيف لهم شوية ملح وفلفل اسود، وبعدين هشوحهم لحد ما ياخدوا لون ويتبلوا شوية زي كده. هحطهم في طبق على جنب. وعندي هنا 2 كوباية من اللبن الحليب كامل الدسم، هضيف لهم 2 كبار من اللبن الحليب الباودر كامل الدسم علشان يعزز النكهة، وده بيبقى بديل الكريمة. وعليهم 3 معالق كبيرة من الدقيق المنخول، ونقلبهم كويس مع بعض على البارد. وفي نفس الحلة اللي شوحت فيها المشروم ومكعبات الفراخ هحط شوية زيت صغيرين، وهحط عليهم 3 فصوص ثوم مهروسين لحد ما ريحتهم تطلع على نار هادية، وهضيف لهم خليط اللبن الحليب وهقلبه كويس، وبعدين هضيف المرقة المتصفية، وهم حوالي 2 كوباية من المرقة اللي قصرت وطلعت من سلق الخضروات مع الفراخ مع بعض. هتخلص من الخضروات دي مش محتاجاها، بس هضيف مكعبات الفراخ اللي طلعت لي المرقة تمام للشوربة بتاعتي زي كده، وهقلب كله مع بعضه. وبعدين هبدأ اخلط الشوربة كلها بالهاند بلندر، او ممكن استخدام الخلاط برضو. الخطوة دي بقى بتديكم طعم غير طبيعي وخرافي وفيري ريتش، وطعم الفراخ فيها بيبقى واضح جدا وقوي وشهي، وحاجة طعمها فعلا رائعة، فبجد لازم تجربوا الوصفة دي ان شاء الله. بعد كده هضيف مكعبات الفراخ والمشروم اللي كنا مشوحينهم وشايلينهم على جنب، وهقلبهم مع بعض 5 دقايق تقريبا اول ما تغلي، ونظبط ملحها. خلاص كده تبقى الشوربة عندي جهزت. هنلاحظ ان الشوربة لونها روز شوية، ده بسبب البابريكا. لو حابين ان الشوربة بتاعتكم يكون لونها ابيض كريمي، استغنوا عن البابريكا خالص، لان هي كده كده خطوة اختيارية اصلا. ولازم لازم بجد تجربوا الوصفة دي وتعرفوني رأيكم في التعليقات. وبألف هنا وشفا ليكم، اتمنى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لها لايك وشير. شكرا.